مرحبا بكم. صحيح أيام قرطاج المسرحية والسينمائية وفاو، لكن عروضنا الفنية والثقافية والعروض المسرحية ما زلت متواصلة في فضائتنا الثقافية. اليوم باش نتفرجوا في التياترو في عرض سبيسيال للنساء. شكراً إنسى حكاية حب يحكي هنا رياليزاتور فرنساوي اسمه جان لوك غارسيا، لكن اختار انه يكونوا ليزاكتريس توانسة باش يحكيونا حكاية إنسى. الكوميدي هذه اللي باش تفرجوا فيها اليوم في التياترو مقتبسة عن كوميدي بوليسيير حب يطور افكارها ويجيب توانسة يحكيوها باللهجة الفرنسية. نتفرجوا مع بعضنا. شكراً كاترين، عرض مسرحية فام لجون لوك غارسيا هو اقتباس عن مسرحية كوميدية بوليسية. اختار فيها المخرج مجموعة من الممثلات التوانسة باش يجسدوا أدوار أبطالها باللغة الفرنسية وعلى الطريقة التونسية. فام مسرحية بوليسية هزلية يطغى عليها الدور الأنثى. لو تحدثنا عن مسرحية نساء. إنها مسرحية عرضت في الثلاثينات في فرنسا، وهي كوميديا بوليسية لروبرت توماس، تتحدث عن مقتل رجل وعملية البحث عن الفاعل بطريقة ساخرة. والفعل هي امرأة طبعا، ولن أقول لكم من قتله لأن هناك مفاجأة في النهاية ككل كوميديا بوليسية. Qui l'a tué, évidemment, il y a une surprise à la fin, comme dans toute comédie policière. J'espère qu'on passera quand même un joyeux Noël. C'est ça, la vieille chandelle. Et que voulez-vous qu'on fasse d'autre? On est à 5 km du village. Et avec toute cette neige qui est tombée cette nuit, je ne pourrais même pas aller au bal. Quel dimanche? Et même pas la télévision? Mais la télévision, ça ne vous sert à rien, ça fait mal aux yeux. C'est le déjeuner de monsieur que vous avez monté? Non, c'est le déjeuner. Et vous avez averti monsieur que la voiture vient d'arriver? Madame est allée chercher Susan à la gare. Monsieur m'a dit de ne pas le réveiller. Ne pas le réveiller? Alors que sa fille arrive pour les vacances de Noël. Allez lui porter son déjeuner. Et avertissez aussi les mamies et les tantes Augustine. Oh, les tantes Augustine, c'est deux jumelles. C'est vipère. Rassurez-vous, Madame Chanel, il y en a toujours une pour écouter aux portes. Oh, ne soyez pas aussi insolente. Je n'aime pas vos réflexions. Et moi, je n'aime pas qu'on me fasse la leçon de morale. Parce que la morale... Cette fille-là n'en fera jamais rien. إنهن ممثلات تونسيات. اخترنا التمثيل باللهجة الفرنسية وهو تحد اخترته، وهذا مهم جدا. والتمثيل بالفرنسية بالنسبة لي ولهن موضوع معقد يخلق تحد على المستوى المسرحي، وهو تحد خلاق. صحيح أننا صححنا بعض الأخطاء اللغوية، لكن عموما بالنسبة لي إنه شيء جميل ويبرر ما أفعله هنا. هي مش أول إكسبيريونس، الخبرة هذه بدأت توا عندها 3 سنين مع جان لوك غارسيا. بدينا بكياس، عملنا كاليجولا، وتوا في فام. الاختيار كان حسب الإحساس متاعنا، والتعامل مع باللغة الفرنسية كان حلو برشا. احنا من أصلنا بيكولتوريل، نحسوا مفاسنا ما تقلقناش اللغة الفرنسوية، نتعاملوا معها كلغتنا، مع أنه ثم طبع شوية تونسي متاعنا ما تنحيناهش، وهو زاد ما حبش يخلينا نحيوه. كيفاش كان العمل؟ معناها هذا أول مرة بالنسبة ليك، وإلا كيف هي كان تجارب أخرى مع الغيليزاتور هذايا؟ وكيفاش لقيت التمثيل التونسي على فرانسيز إذا كان نجم نقوله؟
انا زيدا ماهيش اول تجربه بالنسبه لي مع جون لوك غارسيا. انا بالنسبه لينا اللي تبدل في التجربه مع جون لوك هو ان خدمنا عمل كان اكثر دراماتيك وتوا مع تنوع اخر نتاع مسرح، هذا هو اللي تبدل. يعني لهنا كانت تجربه جديده. اللغه الفرنسيه ما تقلقش، دايوغ عرف كيفاش يستعمل، تتفرجوا وتشوفوا انه هو اللي معناتها باهي في الحكايه، انه كيفاش بالضبط كما سالت انت هي لغه فرنسيه، ما نشوفوا ساعات هكا كوتي تونسي. تجربه ياسر معناتها باهيه بالنسبه لي انا وكهو، معناتها اين نقول معناتها ما نحبش نحكي برشا خاطر ماذا بيا العباد يجيو يتفرجوا سورتو معناتها. Bonjour les tantes Augustine. Bonjour. Comment allez-vous? Comme d'habitude, hein. Tout lâche, mon cœur, mes reins, tout, ma tachycardie. Et la neige, je réveille mon rhumatisme. J'en peux plus, j'ai mal partout. Tu es déjà partout, quoi? Pourquoi dis-tu déjà? Ah, on t'a envoyé du collège, hein? Mais non, au contraire, j'ai de très bonnes notes. Oui, c'est ça, ta mère nous a montré ton carnet de notes. Mais un carnet de notes, ma fille, ça se maquille, hein? Oui, ça se maquille. Les tantes Augustine. Quoi? Pourquoi je fais ça? تحذيرا لانطلاق مهرجان يا بوليس الدولي انطلاقا من 20 من هذا الشهر، انتظمت ندوة صحفية لتسليط الضوء على هذا المهرجان وتقديم جديد هذه الدورة التي تتضمن مسرحيات موجهة للطفل وورشات وكذلك عروض أجنبية مثل فرنسا والأرجنتين. برشا جديد هك كنت تسمع عنا فضاء جديد، فضاء لاتاس هذا جديد مش عم تقدموا فيه عروض متخصصة لعبد بن عم مشويات. الجديد كارنا فنانة هي برفورمانس مسرحيات في وسط الكار اللي تربط نابل الحمامات الجنوبية وتربط نابل بتونس. جديد كذلك نابل تتنفس مسرح، نابل مش تكون يعني تعيش أسبوع جميل جدا للأطفال والعائلات، وفي كل فضاء في كل ساحة ثم هناك مسرحيات أجنبية وتونسية. معناتها أسبوع دسم بحول الله عنا حوالي 70 عرض في نابل في القاعات، والباقي خارج القاعات وخارج نابل. إشعال مهرجان اللي جاء اللي خارج نابل عندنا كاتريامار، هوني ثلاثة عروض كاتريامار، إيطاليا ومصر والأرجنتين. عندنا المسرح الوطني، المركز الوطني في العرايس، كيف عندنا ستة عروض في المركز الوطني في العرايس. عندنا في ابن رشيق فرقة لبنان تقدم في ابن رشيق، عندنا في من زبوزلفة في المعمورة في مساكن في زرمدين في أكودة في عقارب وفي القروان. معناتها تبارك الله بإمكانيات متواضعة مهرجان النجم تخل لقاع تونس باش يكون المسرح بين ايدي الطفل التونسي اينما كان. ولايك تخرج بفكره انه فما ناس قاعده تخدم لاجل ثقافه الطفل، والمسرح المقدم للطفل انتقائي، في برشا خدمه، في برشا تحضيرات. ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل اللي قاعدين يخدموا. فقط ماذا بينا لو كان زاد ندخلوا النقاش للاطفال في بعض المسرحيات باش نكونوا جيل يستهلك وكذلك ينتج الفكره للناس، مش بعد يكون مواطن متوازن. شكرا شكرا لطول. رواق صلاح الدين بسيدي بوسعيد احتضن معرض للفنانة التشكيلية البولونية أغاتا بريزنير، لوحات جميلة بألوان زاهية أبرزت أحاسيس وهواجس الرسامة. وقت اللي نصور في لوحاتي ما فكرتش في رسالة محددة، أبهرت بالأماكن والمشاهد اللي ريتها. نحاول ديما باش نعكس أحاسيسي ومشاعري من خلال الضوء في لوحاتي لتصل الرسالة على أكمل وجه. هي بولونية أما عايشة في فرنسا وعايشة في أوزيتازيوني. جابت لنا لهنا أول مرة، جات لتونس أول مرة، وأول مرة أديكسبوز في تونس في غالري سالادان زادا. جابت لنا دولار ريشيس، جابت دي تابلو معمولين بالفوي دور 23 كارا. فبدير احنا توا في أزمة، وهي تجيب لنا في حاجة تقول لي يزمنا نشوفوا الدنيا فيها حاجات باهية، ولا التابلو فيه لظف
ومن الأرض خارج الذهب. سافديغ ما يذنيش نتلهيو بحاجات ما عندهمش معنى، يذنيش نتلهيو بالحاجات اللي عندهم معنى. هذوما في ديزوفر اللي عندهم معنى، أنا نجيبهم باش العباد تشوف وتقدم، وحتى باش تقعد، مش باش تقعد برشا، باش تقعد جمعة أكاهو. أما جات وحبت تجي وحبت تتوضي للتوانسة اللي ما يذنبش واحد يهبط راسه، ما يذنبش واحد، يذنب واحد يخدم ويواصل. التبلوات اللي هما موجودين هنا استعملوهم في فيلم اللي باش يخرج في فرنسا، انت تريدر هذاك انت سوسيتي جينيرال اللي خسر برشا فلوس، عملوا عليه فيلم والتبلوات اربع تبلوات موجودين هوني كوم دي زامباسادور، سي ان بون سيني اللي هما موجودين هوني. سا فادير هما هذيك سي لا ريشيس، حتى احنا هنا وفي سي لا ريشيس. جو مي سون بريسك شي موا، نحس روحي وكأني في بلدي، نحس براحة كبيرة هنا. أنا نحب نصور الفضاءات المفتوحة الشاسعة، ويعجبني برشا لون السماء. حلقتنا لليوم وفات مع المسرح ومع الثقافة والمثقفين، لكن تلقونا من اثنين للجمعة في طوق الياسمين. أجمل تحيات كامل فريق البرنامج في لما. شكرا شكرا لطول.